السلام عليكم، الله يسعدكم كل خير. وصفتنا اليوم طريقة عمل حلاوة بالجبن بمكونات جد بسيطة ونتيجة رائعة، تحضر للعزائم والمناسبات لتزيين سفرتكم، جد رائعة ومميزة. إذا حبيتوا تعرفوا كيفاش عملتها تابعوني الفيديو الآخر، وفرجة ممتعة للجميع. لتحضير حلاوة بالجبن نحتاج إلى 25 غرام من السميد الرقيق، إلى 120 غرام من السكر الخشن، إلى 250 غرام من جبن موتزاريلا، ونص كاس من ماء زهر أو ماء ورد اختياري، وإلى 125 ملي من الحليب، ممكنكم تعوضوها بالماء. هذو هما المكونات. الآن بنشوف طريقة التحضير. ناخذ موتزاريلا وغنحاول نقطعوها قطع رقيقة باش تسهل علينا العملية. دائما كيف عودتكم واحد يسهل طريقة التحضير، قطعوها قطع هذا الشكل هذا كيف ما حبيتو، حتى نكملو كمية الجبن. الآن نقومو بوضع الطنجرة فوق النار. الطنجرة تكون شوية غميقة باش تسهل عليكم العملية. من بعد غنضيفو الماء والسكر ونخليه لحد ما يذوب مع التحريك، ومن بعد نخليه حتى يغلي معنا الماء. من بعد ما غلى الماء كيف شفتوا، غادي نقوم بوضع الموتزاريلا اللي قطعتها من قبل ونقوم بالتحريك. والتحريك خصو يكون مستمر، خصنا دائما نبقاو فوق حدا الغاز، ما خصناش نتركو باش ما يتحرقش لينا. نبقاو نحركو بهذه الطريقه حتى يذوب لينا الموتزاريلا بالكامل مع التحريك المستمر. عملية جد سهلة، حاولت نعمل لكم يعني طريقة سهلة وباش يقدر أي واحد يعملها وناجحة إن شاء الله، بس تتبعوا الخطوات وإن شاء الله غتنجح لكم. وهذه العملية كيف كتشوفوا معناتها أنه الموتزاريلا بدأت كتذوب لينا، ما بقاتش قطع. الآن غنقوم بوضع السميد، يمكن لكم تضيفوه بالتدريج الا خفتوا يخسر لكم، وتبقاو تحركوا بهذه الطريقه من فوق لتحت بشكل دائري حتى الكريس ديالكم تنسجم مع الموتزاريلا مع الخليط بالكامل، وتبقاو تحركوا بهذا الشكل ومره تعملوا هكا. وهذا الاثناء نكونوا توطوا على النار، ضروري توطوا عليها. والان نضعوا اخر المكون اللي هو خليط بإن ماء زهر أو ماء ورد أو ماء زهر لحالو اختياري، ونبقاو نحركو حتى يتشرب لينا السميد جميع السوائل الموجودة. وبهذه الطريقة يكون الكريس إنه استوى. ومرة تعملو هاد العملية غتجيكم مطاطية بهنا، غتعرفو أنه الخليط ديالكم صار جاهز. ناخذ العجينه ديالنا اللي عملناها نحطوها في طاوله الفرد بعد ما عملنا له بلاستيك غذائي من تحت، ومن بعد حطيت القطر من فوق البلاستيك الغذائي، ومن بعد حطيت العجينه ديالنا باش ما تلصقش لينا. ضروري تعملوا هذه العمليه. والقطر كيف كتعرفوا راه هو جد سهل، هو عباره عن كوب من السكر نص كوب من الماء، وتخليه حتى يغلي، ومن بعد نقصوا عليه وتخليه 5 دقائق، من بعد طفيه، ومن بعد زيدوا ملعقه ماء زهر. نكونوا حصلنا على القطر ديالنا بهذا الشكل هذا، كيكون شويه عاقد. من بعد غناخذ الشوبك ديالي وكذلك نحط ليه القطر ما كيخليهش يلصق لينا. كتكون العمليه جد سهله ومبسطه بكتشوفوا من بعد غادي نفردوا العجينه بهكا، ترقوها او تخليوها شويه سميكه حسب الاختيار والذوق. قلنا شويه رققتها. من بعد غضيفوا القشطه اللي عملتها في فيديو سابق، نحط لكم الفيديو اسفل في خانه الوصف، اللي كتجي رائع هاد القشطه بمكونات جد سهله ومبسطين. من بعد غادي نحطوه بهذا الشكل هذا، وغادي نتني تقريبا لفه ونص باش تسكر ليا من الجوانب وما تخرج ليا الحشوه. ومن بعد غنقاد وغنقوم نقطعو بالسكين بالشكل اللي غادي تشوفوه. عمليه جد سهله ومبسطه، يعني حاولت نبسط لكم باش نجح لكم البنات، واللي بالنسبه اللي باقي ما عملهاش عمره ما عملها. من بعد نقطعو بهذا الشكل بشويه لان الحشوه كتكون طريه.
اللي باقي ما شافش طريقه عمل الحشوه يعني القشطه يشوفها، لان ضروريه في استخدام هاد حلاوه بجبن. هذا هو الشكل اللي حصلنا عليه، نبقاو على هاد العمليه حتى نكملوا باقي العجين اللي عندنا. دائما فما تبغوا ديروا الشوبك ضروري تعملوا القطر كيف قلت لكم، ما تنساوش. وكيف قلت شفتوا انه القشطه ما حطيتش فيها السكر لانه كنستعمل القطر دابا بكميه باش يكون تناسق في السكر ما كيجيش حلو. من بعد قدروا تضيفوا وقت التقديم، وبقاو على هذه العمليه حتى نكمل ونمسحوا بورق المطبخ باش ما تلصقش لكم الحشوه. وكنكونوا كملنا حلاوه بالجبن ديالنا. حلاوه بالجبن صارت جاهزه معنا. هذا هو الشكل النهائي، هذا كيجي بهذا الشكل الراقي واللذيذ والرائع. كتزينوها بالفستق الحلبي او الجوز، اللوز المتوفر عندكم، تقدموها لضيوفكم بهذا شكلها، شكل راقي في الطاوله ديالكم وفي العزايم وفي رمضان ان شاء الله اللي جاي بالابواب. تقدموهم شي حاجه جديده وراقيه ولذيذه ومكونات بسيطه وما كتاخذش الوقت كتير. اتمنى يعجبكم الفيديو، ولعجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في قناتي وتوزعوا الفيديو باش توصل اعلى نسبه مشاهده. وتعليقاتكم كتهمني للاستمراريه والعطاء اكثر. انتظروني في حلقات جايه كذلك في حلويات شرقيه متنوعه لذيذه. والى اللقاء في الفرصه القادمه ان شاء الله.